وأكيد في فقرتنا الأخيرة وهي فقرة مميزة مع الكروسون العملاق، فإذا كنت من محبي الكروسون فهذه الفقرة بالتأكيد هي فهي عن الكروسون العملاق اللي قد يكون الأكبر في العالم. معنا في استوديو صباح العربية اليوم طبعا لا تكتمل إلا مع كوب قهوة بسعة 5 لتر. وبرأي أصحاب الفكرة فإن العيش في زمن السوشيال ميديا وحب تصوير الأشياء الغريبة دفعهم لابتكارها. في الاستوديو ينضم إلينا الشيف سرهات ومديرة إحدى المطاعم لدينا. هلا، يسعد صباحكم، نتعرف عليك. What's your name؟ Hi, good morning. طيب أوكي، إحنا عندنا في الكروسون العملاق اليوم. بداية أبغى أعرف أساساً من فين جات الفكرة؟ Is there any translation for this؟ Can you tell us, please, من فين جاءت الفكرة؟ So the idea came that we are living in a world من أننا نعيش في عالم التواصل الاجتماعي. هذا الجيل الحديث حاولنا أن ندخل موادنا اللذيذة كي يتم قبولها. لدينا الكرواسون وهذا المنتج موجود. قلنا إذا دعونا نصنعه بشكل ضخم، فالجميع يحب الأشياء الضخمة والكبيرة هنا في دبي. فقلنا لماذا؟ طيب في الكرواسون قد إيش المكونات اللي تستخدموها لصناعة كرواسون بهذا الحجم؟ So the chef is going to answer in this question. سيجيب الشيف على هذا السؤال. Like how we do it, what سألوني عن المكونات. Thinking giant croissant. فكرنا بالكروسون العملاق. أردنا أن يكون بنفس طعم وبنفس هشاشة الكروسون الصغير، وبالتالي أخذنا الوصفة العادية وأضفنا إليها وصفة سرية. نعم سرية. قمت أولاً بثلاثة كيلو جرام وب in one croissant. بطول بهذا الطول ليصبح بهذا الطول. وبدأنا به. خليني أتكلم على الناس اللي يجوا عندكم في المكان، هل بيطلبوا هذه الكروسون وبيأكلوها كلها ولا بتكون فقط في مناسبات وبعدين هم يتقاسموا هذه الكروسون؟ جميع عملائنا يطلبون هذا الكرواسون ويطلبونه في كل المناسبات. يزوروننا في الصباح ويكون لديهم احتفال أو لم شمل الأسرة، يطلبون هذا الكرواسون لأنه ليس فكرة الكرواسون بل هي الذكرى التي يخلقها هذا الكرواسون بسبب حجمه. طيب خلينا نتكلم عن كوب القهوة أو الكابتشينو الكبير، 5 لتر في هذا الكوب. مين اللي يقدر يشرب هذه القهوة كلها؟ So our giant cappuccino. الكابتشينو العملاق أيضا 5 لتر، 2.5 لتر من الحليب وعلى قدرها أيضا من القهوة. لدينا عملاء يأتون ويشربون هذا. تبغى تقولي إنه هناك شخص ما طلب هذه القهوة الضخمة وهذا الكروسون الضخم وأكلوا كله وشربوا لوحده؟ نعم نعم، حدثت هذه الواقعة. أتانا عميل بمفرده أكل الكروسون كاملا وشرب القهوة. في فرنسا عجب الفرنسيين ولا زعلهم بأنه حسوا أنه المزحة يعني بايخة شوية أنه غيروا في معايير الكروسون تحديداً؟
إيش رأيك يا شيف؟ About our French guests, chef, and الضيوف الفرنسيين إن كان لديهم أي شكوك حول قهوة العملاقة والكروسان العملاق كيف رد فعل الزبائن؟ I remember maybe أتذكر ربما قبل ثلاث أشهر أتانا عميل فرنسي وسألني أي من أين أنت؟ وقلت أنا من تركيا وقال لي كيف ذلك؟ قلت له بمزحة طبعاً أنا جابني فرنسي. أنا أجرب هذا الكروسون العملاق على الهواء ولكن نخليها بعد الهواء أحسن. أشكركم لوجودكم معنا اليوم ويعني صراحة فكرة مميزة إننا نجرب هذا الكروسون في الاستوديو. انتهت حلقتنا لليوم وأترككم مع ما تبقى من أخبار الصباح.